أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم.
علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقام صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ضيوف عندنا بس احنا جعلين نفسنا ضيوف عندك احنا بقى تكرمنا تكرمنا لك لخاطر النبي عليه الصلاة والسلام النبي احسن يا حد الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والشجر يسجدان والسماء
الله صل على حضره النبي. اللهم صل على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. دفر حد اللهم صل عليه. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
سويناش وتسيبنا. اللهم صل على النبي. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. بينهما برزخ لا مخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأغلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان. اللي عليها فان عشان دي موعظة كبيرة. ربنا يكرمنا معاك يا هادي يا رب. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Ahem.
وأغفر
مبروك. وعشان ليلى رجع ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها الله رفع سمكها فسويها وأطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد دحاها أخرج منا ماءها والجبال أرساها
حلو تاكل عليك عشان من نفسه قدام الطنط والشوك. حاضر يا صلى على النبي. فإذا جيءت الطامة الكبرى. يوم يتذكر وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم كأنهم يوم يرونها
والزيتون وطور سينين
صل على النبي. اللهم صل على حضرة النبي. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله يكوي بالك يا راجل. احنا سئلنا قوي 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 اكتر من اللازم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله. معلش اللهم صل على النبي الكريم. لا يضام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اقرأ باسم ربك الذي خلق.
فلا يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الله 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 أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ
خلق إنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم اللهم صل على النبي. الله اكبر. 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 الله 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 اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي الله صل على النبي الله يزيدك نور الله يزيدك من نعيم الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى النبي أو النبي حتى الله يصدق أرأنت إن كذب وتولى ألم يعلم
الفاتحة.